اليوم كنت شارك بأن الأخ ديالنا الموسيقي اللي هو عمل واحد العمل يعني جدي في الميدان الفني واللي يشكر عليه فقدم لنا مجموعة من الأغاني ديالو الجديدة، وهذا تيوري أن الأخ بحوري عزوز من الفنانات ديالنا المرموقي في الداد واللي تيخصنا نشجعوه واللي جاي هنا لبلجيكا باش يغني الأغنية المغربية ويقدم لها خدمات، نظرا أن الأغنية المغربية هنا تفتقد إلى رجالتها. فالأخ يعني عزوز يعني تنتمنى له مستقبل ظاهر إن شاء الله. وشكرا.